ضيفنا من عمان سركيس تشوباريان محلل أسواق عالمية في إكويتي جروب. سركيس أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة سي أم بي سي عربية. بداية كيف نفسر هذا التباين في الأداء ما بين وول ستريت وما يحدث في أسواق الأسهم العالمية الأخرى، وتحديدا يعني ما شهدناه البارحة من صعود لمستويات قياسية بالنسبة للأس أم بي 500 على الرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي خيبت التوقعات والمخاوف الاقتصادية المتعلقة بمتحورات كورونا؟ بالفعل هنالك تباين واضح ما بين أداء مؤشرات الأسهم خصوصا ما بين الدول الآسيوية والولايات المتحدة وعدة دول عظمى أخرى، فهنالك تدفقات واضحة للسيولة نحو الولايات المتحدة الأمريكية. ولو عدنا للسبب الرئيسي بداية، فهنالك أيضا تباين في تحديثات التوقعات بالنسبة للنمو الاقتصادي إن كان في الولايات المتحدة أو عدة دول آسيوية. أخذ على سبيل المثال للحصر تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين، الهند، اليابان، فيما رفع توقعات نمو كل من الولايات المتحدة، منطقة اليورو وبريطانيا. وهذا ما يفسر أولا لماذا تتدفق السيولة النقدية نحو أسواق الأسهم في الولايات المتحدة. هنالك موضوع مهم آخر وهو توجه المتداولين إلى أسهم الرعاية الصحية، شركات الاستهلاك الأساسي، ومثل هذه الشركات التي حققت مكاسب يوم أمس، شهدنا ارتفاع مثل وولمارت، أمازون، وغيرها من الشركات مثل يونايتد هيلث التي حققت أداء جيد. وكل هذا تسبب بارتفاع في مؤشرات الأسهم الأمريكية خصوصا مع توقعات إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة منخفضة للغاية لفترة مطولة من الزمن. راقبت يوم أمس تصريحات لأحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي عبر شاشة سي أم بي سي التي أكد فيها إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يستمر في أسعار الفائدة المتدنية عند الصفر لفترة مطولة لأن التوظيف لم يصل الحد عند التوظيف الكامل، ورغم أنه أشار إلى أنه لو شاهدنا شهر آخر من الوظائف الإيجابية فربما يبدأ الحديث عن تقليص برامج شراء الأصول، لكن في نفس الوقت هنالك استمرارية في تحفيزات الاقتصاد بما يتعلق بأسعار الفائدة، وهذا يفسر تحديدا التوجه والتدفقات النقدية مباشرة إلى أسواق الأسهم الأمريكية. طيب ما الذي سيعني ذلك بالنسبة للذهب؟ الذهب الذي يتداول بالقرب من مستويات الـ 1800 دولار، هل ترى بأن هذه المستويات يمكن الحفاظ عليها، وتحديدا بالنظر إلى الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف المتعلقة بمتحورات كورونا؟ هناك ملاحظة في الأسواق المالية، فإلى جانب شهية المخاطرة في أسواق الأسهم في بعض الدول العظمى في منطقة اليورو، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هنالك أيضا طلبات على الملاذات الآمنة ليس فقط الذهب، بل نشهد أيضا طلب لا بأس فيه على الدولار الأمريكي، الفرنك السويسري، والين الياباني كذلك في ظل المخاوف من متحورات كورونا. والذهب أيضا لو نظرنا إلى سعره مع اقترابه مقابل الدولار الأمريكي نحو مستوى الحاجز 1800 دولار، سنلاحظ أيضا ارتفاع مقابل عديد من العملات الأخرى مثل الين الياباني، وأذكر هنا ارتفاع أسعار الذهب مقاسا بالدولار النيوزيلندي مع زيادة المخاوف من انتشار فيروس كورونا. فالذهب نشهد حاليا عليه زيادة في الطلب وسط هذه المخاوف الاقتصادية وكذلك القلق تجاه استمرارية التعافي الاقتصادي الدولي في ظل هذه المتحورات. لا أقول هنا بأن المتحورات قد تتسبب حتى هذه اللحظة في انهيارات اقتصادية، لكن المتداولون يتوجهون إلى بعض الملاذات الآمنة لتقليص هذه المخاطر والتي قد تدفع أسعار الذهب لملامسة مستويات حول المقاومة الفنية 1800 دولار، وهي أيضا مقاومة نفسية، وفي حال تعديها هنالك المقاومة الفنية 1815. لكن هنالك موضوع أحب الإشارة له عن أسعار الذهب فنيا، أن المقاومة 1815 في حال وصولها قد تؤثر أيضا على معنويات المتداولين، فيجب أن يتم تعدي هذه المقاومة. نعم. لإثبات استمرار الارتفاع، وإلا عاود السعر الانخفاض مرة أخرى. طيب إلى أي مدى تتوقع سركيس بأنه انتشار متحورات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا دلتا سنشهد تأثيره على بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو الماضي؟ إلى أي مدى تتوقع بأن نشهد هذا التأثير السلبي؟
رغم أن التوقعات حتى هذه اللحظة تشير إلى تأثيرات محدودة نوعا ما، لكن في نفس الوقت أتوقع أن نشهد هذا اليوم انكماش في مبيعات التجزئة الشهر الماضي. وهنالك ملاحظة أيضا أخرى، وهي الانخفاض الكبير في وتيرة النمو في مبيعات التجزئة من مستويات 50 إلى تقريبا 18%. ورغم أن النمو 18% على المدى السنوي يعتبر جيد، لكنه أيضا يدل على بعض التباطؤ في التعافي الاقتصادي. الاقتصاد الأمريكي حقق نمو 6.3% الربع الأول، 6.5% الربع الثاني، وأتوقع أن يستمر هذا التباطؤ خلال الربع الجاري من هذه السنة، لتكون بيانات اليوم مشيرة لاستمرارية بعض التباطؤ في وتيرة قوة التعافي الاقتصادي، لكن لا أعتقد بأنها ستشير إلى تغير في التعافي الاقتصادي بشكل تام. شكرا جزيلا لك سركيس شوبريان، محلل أسواق عالمية في إكويتي جروب.